بقى شايفين جماهير نادي الاهلي كبار وصغيرين بيستعدوا. الحقيقه احنا النهارده معانا فقره رياضيه مختلفه، طبعا كلنا منتظرين مباراه الاهلي والترجي بكره على نار، وبندعي وبنقول يا رب، خاصه طبعا انه جمهور نادي الزمالك خد الكونفدراليه، فالاهلي لازم ان شاء الله ناخد البطوله الافريقيه. لكن ضيوفنا دلوقتي الكواليس ما بينهم مختلفه تماما، ليه بقى؟ عشان معانا زوجين، طرف منهم تونس وبيعشق الترجي، والتاني مصري اهلاوي ومتعصب جدا. جمعهم حب الكوره وشغفهم بكره القدم، لكن اكيد كل واحد منهم طبعا بيتمنى الفوز لفريقه، واحنا مش جايين يعني نهدي النفوس لا سمح الله، احنا جايين نشجع معاهم. فخلوني ارحب في الاستوديو بالزوجه التونسيه منى عبد الله، مشجعه نادي الترجي التونسي. اهلا بيكي، نورتينا. يعيشك. يعيشك ورشه. مع السلامه. والزوج اللي احنا كلنا واقفين وراه اسلام محمود، مشجع النادي الاهلي، وطبعا الزوج الاستاذه منى، نورتنا. الله يخليك، اهلا بيك. عاجبني الحماس والتيشيرتات وعلم تونس معانا اهو. هتروحوا بكره الاستاد؟ ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هتبقى مع الاهلي مشكله بقى، دايما انتوا بتروحوا تشجعوا دايما مع بعض صح؟ ان شاء الله. انا هبدا ليديز فيرست بقى، معلش ثانيه واحده. مفيش مشكله. هم الطرف، احنا كلنا اهلاويه. ازيك يا استاذه منى، منوره. الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. انت مشجعه اصل الترجي؟ انا بحب الترجي على طول. ها، وحضرتوا مع بعض ماتشات كتير؟ صح. طب ابدا الاول اعرف منك، انت واسلام قصه حبكم دي بدات ازاي وفين؟ قصه حب بين تونس ومصر، عشان لما نبوظها بعد شويه يبقى عرفنا. الاول هادي وبعد كده نتخانق في الاخر. بالظبط. نبدا بالهادي بعد كده نتخانق. تعرفتوا على بعض فين؟ هنا ولا في تونس؟ لا، في تونس. في تونس. ماشي. ازاي بقى؟ صاحبتي كانت بتعرف ابن خاله، متجوزين دلوقتي وكده. في مره كده انا قاعده معاها وهو قاعد مع ابن خاله، شفنا بعض في الفيديو كده واتكلمنا وتعرفنا على بعض كده. هي جت صدفه الموضوع. صدفه بعدها يعني، كويسه يعني. اتكلمنا، عملي اد، وقعدنا نحكي على الفيسبوك وتعرفنا على بعض، تعرف على اهلي حيل جدا. كان في مناقشات كرويه في الاول او مناغشات كرويه كده؟ يعني كنتوا بتقعدوا تغيظوا بعض شويه في لا الأول. كنا نتكلم، هو يعني قال ان انا بحب الاهلي وبقول ان انا بحب الترجي وكده. بس الاهلي عدو لدود. طبعا عدو لدود. هي بتحب الترجي وبتشجع الترجي، بس يعني برضو لما الاهلي بيلعب يعني بتشجع الاهلي برضو. بتميل للاهلي. بس مش مع الترجي بقى. عند اي حد مع الترجي. انتوا دايما بتروحوا الاستاد مع بعض؟ دايما يعني على طول صح؟ اكتر وقت انا وهي بنروح مع بعض الماتش. وبس طبعا لما، وكمان بيبقى في فريق تونسي مش قدام الاهلي او قدام فريق مصري، بتشجع تونس. بيروح عشان نبقى فير. لو مصر بتلعب تونس كمان بتشجع تونس. يعني مش هندخله البيت. ما يدخلش. وبنتكم ما شاء الله لينا. اللي شفناها في الصوره في الاول، عندها كام سنه؟ سنتين ونص. يا خلاص. بس لابسه الاهلي، بتشجع هتطلع اهلي؟ بنت دايما بتميل لل، بتحب الاهلي. والله. ساعات واحنا رايحين الصبح الحضانه كده بتشوف طقم الاهلي، بتصمم انها تلبس طقم الاهلي وتروح بيه الحضانه. يعني هتطلع اهلاويه. عايش. بتحب علم الاهلي جدا. بحاول ساعات اتفرج على اغاني الترجي، بحاول اخليها تحب الترجي، بس هي مفيش مصريه، تتكلم مصري. يا خلاص، يا هي بتشوف صورتها. اهلاويه صغننه زينا كلنا. ان شاء الله لينا تنبسط بكره، نشجع معاها. يا خلاص. الله يا خلاص. جميله قوي، ربنا يخليها ليكوا يا رب. ربنا يخليها. انتوا بكره بقى يا استاذه منى قاعدين في مع جمهور الاهلي ولا قاعدين مع الترجي؟ الترجي. ايوه متفقين ان هم يقعدوا في، مش انا بحب اقعد في مدرجات الترجي وهو مش عايز يسيبني لوحدي. أيوة. فهيقعد معايا بس هيشجع في صمت كده الاهلي. التيشيرت ده مثلا مش هلبس، مفيش الكلام ده، هقعد كده. هيتحرم التيشيرت الاهلي. مش هتعرف تلبس التيشيرت خالص. ما هتقعد بقى يعني كده ملمومين شويه، قلبه كده في صمت كده يشجع بقى. ربنا يسهل ونكسب. ان شاء الله نكسب ونحتفل. ان شاء الله. انت بتقعد في الفريق المنافس، جمهور الفريق المنافس؟ زمان وانا صغير كان والدي زملكاوي اصلا.
ولا زملكاوي؟ اه ده واخويا زملكاوي الكونفدراليه دلوقتي. ايوه واخويا زملكاوي. فلما كنت بروح معاهم الاستاد معاه كنت صغير ما اعرفش اروح لوحدي. ف كان وديني ماتشات الزمالك. كبرت بقى شويه بدات بقى اروح لوحدي خلاص بقى شكرا. حظك وحش. ده بكره بابا بيتفرج على الماتش. حميه ان شاء الله هيشجع معايا الترجي. هو قال اوبا 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 شفنا بقى ايه ماشي انكل. لا هشجع ان شاء الله. انكل بعنا عشان خاطر الترجي ماشي. ما هم فرحانين. طبعا. طب افرض اتقابلنا في السوبر ده ان شاء الله الزمالك هتشجع الاهلي ان شاء الله. لو اتقابل الاهلي مع الزمالك في السوبر. لو الاهلي كسب يعني. الاهلي طبعا. بعد طيب. الترجي الاهلي ماشي. قلنا بعد الاهلي الترجي. ماشي. فين طب اسالكم سؤال. تمام. شفت الماتش اللي فات ازاي؟ ماتش الاهلي والترجي. كان ايه يعني؟ ايه اخبارك معاه؟ يعني هو ماتش طبعا كان بره في تونس. فاحنا اهم حاجه نطلع بنتيجه ايجابيه تساعدنا في مصر طبعا. بس فانا يعني اهلي الحمد لله طازين اكتر من كده صح. اكيد اكيد. لو جبنا مثلا انت فاهم لو ترجي جاب جون في مصر لازم نجيب جونين. انت فاهم القانون في افريقيا طبعا. بس الحمد لله برضو 0-0 مش وحشه. مش وحشه ومش حلوه. يعني ده يخلي الضغط بكره اكتر. فان شاء الله. بتبصوا يعني كده ليه؟ عشان كنا متفقين ان احنا نتفرج على الماتش ده مع بعض وكده. الماتش اللي فات مع الترجي والاهلي. بعد قبل الماتش لا انا هروح اتفرج مع اصحابي. عايزه اشجع براحتي بقى. اتفرج انت في البيت. مش عايزه اي افعلك. اتفرج انت في البيت بقى. مش عايزه اي ماتشات المصيريه دي اللي فيها نهائي افريقيا. تبقى بقى منفعل شويه. فقلت مع صحابي اخد راحتي. باعك يعني. فهي اتفرجت في البيت بقى لوحدي صراحه. قلت له بكره بقى. بس كل شويه بقى رايحين الاستاد بقى. ده انا رايح اقعد معاه عشان خاطر لو كسبنا. لو هم كسبوا ان شاء الله هنكسب. ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. انا رايح باللقب الخامس ان شاء الله. لا ان شاء الله ال 12. الاهلي يا بنتي بطل افريقيا. بتتكلمي في ايه؟ طب انت توقعاتك للماتش بكره ايه؟ ان شاء الله 0-1 لينا ان شاء الله. مين يجيب الجول؟ احنا اكيد طبعا ان شاء الله. اللعيب اسمه ايه؟ مين تفتكري؟ اكيد القائد غيلان الشعليلي ان شاء الله. طب وانت توقعاتك ايه بكره؟ ان شاء الله يا 2-1 يا 2-0 باذن الله. 2-1 يا 2-0 لينا ان شاء الله كده بقى. دي برضه حسين الشحات بيبقى دايما فايق على الترجي باذن الله. يعمل ماتش كويس. وسام ابو علي برضه مهاجم كويس جدا. ممكن امام عاشور لو مش حد فيهم. امام عاشور برضو. يعني ان شاء الله يعمل حاجه بكره باذن الله ان شاء الله. لا هنركز معاكم مع الشحات. طب انا عندي سؤال. افرض بكره الترجي كسب هتبقى بقى الليله عامله ازاي في البيت؟ هنحتفل. يعني انتوا في غير الحالتين ممكن تحتفلوا صح؟ بالظبط. طب افرض طب اسالك سؤال تاني. ماشي. لو افرضي الترجي بكره كسب هو هيعمل ايه؟ هيحتفل معاه على ايه؟ المفروض يبقى فيه قولي حقيقة. ان شاء الله هنحتفل مع بعض كده ويجيب لي هديه بقى. ايوه صح يجيب حاجه. صح طبعا. يدبسه. ايوه عايزه ايه بكره وانا اخلي يدبسه لك حالا. ميسي مش هقول بس هو مثلا حاجه من اختياره بقى. ايه حاجه من اختياره ان شاء الله على ذوقه. هديه على ذوقه. اختياره. هو ممكن يبقى زعلان فما يجيبهاش. لا هيجيب. هيجيب طبعا. يجيب. لا ما تدخلوش البيت. طبعا. طيب افرض هتعمل ايه انت لو ان شاء الله الاهلي يكسب؟ لو الترجي المفروض اللي يكسب يعزم الثاني يعني. بالظبط. لو الترجي كسب هتضايق شويه اكيد. عشان ده الاهلي. بس هفرح لها برده ويومه هيعدي والدنيا هتمشي. وبعدين الاهلي ياما فرحنا وهيفرحنا. احنا المفروض في كلتا الحالتين سواء كسب الترجي او الاهلي نحتفل طبعا. باذن الله. بس احنا عايزين نحتفل بالاهلي. لو كده هتحتفل معاكم. لو الاهلي كسب نطلع على الناحيه الثانيه.